الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الله سبحانه وتعالى يا مهدي سكله ودردارنذي النبي صلى الله عليه وسلم قيب تعاوى أن نسوق عن دون وحديث عرباط بن سارية وحورنا يا إمام أحمد بن حنبل في مسنده وإمام أبي داود والترمذي وابن ماجه في سننهم ابن حبان في صحيحه وغير ذلك حديثنا وحديث صحيح أهويا عرباط بن سارية أبي نجيح عرباط بن سارية رضي الله تعالى عنه وأرضاه أيا وحي أرني وعذنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة وذرفت منها العيون وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فماذا توصينا لفظك ابن حبان يسقو حرني فماذا تعهد إلينا رسولك عليه الصلاة والسلام هديس ذا لقيره وحي أرني أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حديث كان النبي عليه الصلاة والسلام حل أجيدي وأها أيام منى سيد الرواية قاركود أي كتل مامين في مسند الإمام أحمد رسولك عليه الصلاة والسلام يوم منى أي أهيت أيامه من النبي وجوغي صلوات الله وسلامه عليه بعد الصلاة الصبح أيانا هيد سيد الرواية بن ماجه كعد أي النبي عليه الصلاة والسلام موعظا لإستاقي موعظا وكت المامي سحابي آه أبي نجيح عرباط بن ساري رضي الله تعالى عنه وأرضاه وحيري وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون قلبي يدي بلقي القشي إنه نوال إلميين وهذا ما شاك قرن إسائنا يا هيد موعظة تابتي قلبك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أما إنا يا هاي دردار النبي عليه الصلاة والسلام ودردار ميه صحابة هدو مركي سيدا أي لقيستين أي وحي كويرة ذين يا رسول الله كأنها موعظة مودع رسولك الله وحبد مودع إنوي هذا الكن أدنوه نلاها ليس هذا الدردار سيدي سيوك له قف أمد كتك يو دردار ميه سيدي سيبادو هذا ليس فماذا توصينا محد نو دردار ميسا مرتدة iy hadalka yani meeshu isugu soo ururay bal noo sheeg rasuulka allah rasuulku xiri alayhi salatu wasalam usikum bi taqwallah wa sam'i wa ta'a laba shay aad iyo aad waa weyn weeyaan nabigu alayhi salatu wasalam uu ku bilaabay dardaarankiisii takwaad oo ah ilaahi taqwadiisa subhanahu wa ta'ala maxay mar walba qofka mu'minka waa u baahan yahay ilaahi cabsidiisa subhanahu wa ta'ala haday ummadii guud ahaan noqoto iyo haduu fardi uu noqdaba cid walba way u baahan tahay ilaahi cabsidiisa subhanahu wa ta'ala وانا وحا كليا اي كو هقاقي كرتون ولشانو إلهي تقوى ديسي سبحانه وتعالى أوصيكم بتقوى الله ووصيادي إلهي سبحانه وتعالى أمضيه هوري إيا دردارنك إلهي وأمدن ودردارم انت بويان ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم كوي كتابك اللي سيا إذنك إذن كهري إذنك بوحانو إذن دردارني أن اتقوا الله إلهي كعبصد سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام مرول با أيو دردارنك بحنجري هدي نقول لهيد أفراد كم إذا صحابة يهدي نقول لهيد أمضى ذلبا النبي عليه الصلاة والسلام حديث معاذ بن جبل إيه أبي ذر أيوح وكورن أيي صار رسولك عليه الصلاة والسلام ركي أقول لها اللي اتق الله حيثما كنت مال الله لي ما شاء جكتب إلهي كعبس سبحانه وتعالى إلهي عبس ذي سنو حويا مروا البينات إلهي سبحانه وتعالى إن لها قهرته ذا يشو هذا الكاد كو هذا ليس انت هذا كو هذا إلهي سبحانه وتعالى وكو مقلئة فعلك أد سمينيس إنت هذا سمينين إلهي وكل سعوده سبحانه وتعالى هدو خير يهين إناد أدك دكتو هدو شر يهين إناد كقابسته إلهي سبحانه وتعالى حقي ساد أغبقته حيالي
إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذا إلهي كحشونين سمي واحد دون تويا. وحديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه في صحيح البخاري أي النبي كشري صلوات الله وسلامه عليه إن مما أدرك الناس من كلام نبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ضدك وحا يكرد حلين أنبيا ذي هري ورك هذا وحويا هدي آند حشونين سمي واحد دون قفك وحا أدي ذي حمانت إنه كل دقاق وحشوتك ويه إذ لغا حشوضان وحا أوين ونموضان مروى البنى لدونيا وإلهي سبحانه وتعالى قفك دون إلهي كحشونين بن آدم كوليه وان كحشونيا تا حشوض لم يرهضو إلهي ويان سبحانه وتعالى وحا أقوه الرياء لغا حشوض واتقو ذي إلهي ويان قفك إنو أقيهي سبحانه وتعالى مروى البين إلهي هرتاقيا وطان وحا نوت المامي حديثك كلي النبي صلى الله وسلامه عليه إحسانك أكت المامي قال أخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك إن إلهي عابد سبحانه وتعالى سيدي أذيقو أركيا أدادا أركيا إن إلهي سقاكو أركيا سبحانه وتعالى وقبق إلهي سبحانه وتعالى مركة وأكسونه إن إلهي كو أركيا جل وعلا اتق الله أوصيكم بتقوى الله وحنذين در دارمي وإلهي تقوى ذي سبحانه وتعالى قضبك الله بادي النبي قلنو در دارمي وحيتهي صلوات الله وسلامه عليه والسمع والطاعة اسمق ليك لضنبين labadani marka waa adduunkeen iyo aakhiradeenii waxay ku hagaagaysay taqwada ilaahay waxa ku hagaagay xiriirka adiga iyo ilaahay subhanahu wa ta'ala kamel baad soo dhigtay kan adiga iyo mujtamaac aad la nooshahay waa isma qaliya kala dambeyn sida darteed nabiga kaleey salaatu wa salaam adduunya aakhiraba ilaahay xaqiis haday noqon lahayd iyo adduunkan aanu noolnahayba wixii inoo soo koobay oo dhan laba ereyba ku soo koobay salaatullaahi wa salaamu alayhi oo ah uusiikum bi taqwallaah was-sam'i wat-ta'a إلهي وأد كبقتاني اسم قلي كلا ضمبين إذن كحقينا بن آدم كوحل يرى هذا نلش يسوى مدني سيدة ذبه والرما قال ويه إنه كل جي قفك إنه الله ذن ما أود سيدة حيوانك نلش يسوى حي كل استاجي كري يسوى حويان إنه بن آدم كلا لنا ولا ذو بن آدم ككلا الله نوشهينا وحد أوبا أنت هي قاب أد كلا ولا تو قاب كاد كلا ولا ين اسمك حديث كنا كوت المام وحويان السمع والطاعة إن اسم قلي كلا ضمبين إن شيء والبؤ يشو معمول إيه النظام إيه كلا ضمبين إيه إسمقل حيال فوضى معها إسلامك سيدي سبوحو إنا برايا قفك إنو مسؤولي هاي مقل أولي هاي كلا ضمبين أي الله هاي تاسو إنا برايا ووحي إنو قد ليلة حديثك عبد الله بن عمر في الصحيحين نبي قوحي ورني صلوات الله وسلامه علي كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتي لما أنتي نوحتين كووح للرعيي مد والبنى ولو يدين يا وحي للراعي قفك نفتي سا إله الراعي إله وكل حساب تمي دونا سبحانه وتعالى إلى إله القرآن كو إنه قش يا جي وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت مسؤول ويان ولو يدين يا تيل لنول الدوغي محال لقود لي سببت محي أهيت إله ويدين دونا محاد ملاين سهدب علمي يا رأي سدع ها هدي إله ويدين دونا سبحانه وتعالى قفك وينا مرك إسلامك ميقان وحضي علي راهضو والنظام كلا ضنبين له اسم قل له إصدب الصعشلة تاسويا سيدة درت إذا النبي عليه الصلاة والسلام ركوا حوله أوصيكم بتقوى الله إلهي عبسيدي سبحانه وتعالى هذا حرير كذي إلهي هجاجسه كمن أذي يا بن آدم كنا هجاج سويا والسمع والطاعة بن آدم كنا الله بمدويا إن قفك خلط وكاجله إن أذك سامحه إيوه إن أذك خلط قشو وأدوناك رأسيسه حديث كأنه تلمام إن معاذ ابن جبل يا أبي ذر يا نبي كسي تلمامي صلوات الله وسلامه عليه أوصيك بتقوى الله والسمع والطاعة ما حديثك أهاويان اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن ضدك أدلن وشهين أخلاق ونحسن كلن ولو هدي حماني كارد عذن ونك رأسي أيدي القرآن كيد بربي إنه وشهي سبحانه وتعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم نولوش بن آدم كأدلن وشهي تاس أيا لدونيا سيدا درتيد با حريرك إلهي حريرك مجتمع بحديثك أنه كوبي والنبي قل لي صلوات الله وسلامه عليه أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة اسمقل إياك لضنبين اسمقل إياك لضنبين مركل اللي هاي وحي إنو تسينيسا إن ضدك أي كلا سريان نظام لغو كلا سريو مام لغو كلا سريو مسؤولية دي لغو كلا سريو إن ليس قد ضنبيه ويان ومدى هديو مدى حويني هذي أما بوقر أما أمير أما وحدونا بها هذا مسؤول ويان أمدى إن لوغة ضنبية أن لوغة قبسان انتلاذي قريقة أضيبا مسؤول إلهي وقال لقى سبحانه وتعالى وللرجال قوامون على النساء إلهي ويري سبحانه وتعالى إن لوغة ضنبية
مثل حديث عبد الله بن عمر أن تلمامي النبي النبي عليه الصلاة والسلام مسؤوليات كقيبية كنا تلمامي والإمام راع إمام كهو قامية مسلمين تقولون والراعي ويان ومسؤول عن رعيتي وأنا لو يدين دون أوحي للراعي والرجل راع في بيتي ومسؤول عن رعيتي إنك قرقسة للراعي قرقسة ولا ويدين دونا والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها هوين إذا قرق أنك هذا للراعي وأنا لو يدين دونا والولد راع في مال والده ومسؤول عن رعيتي المهنة وحل الراعي حولها أبيه إيا قرقا إيه انتدا وأنا لو يدين دونا وحي للراعي وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته إذا الأهنتين بوحتهن يقود هامبا كو مسؤولين قف والبن مسؤوليدي سوى لو يدين دونا يوحي للراعي أي النبي نوت المامي صلوات الله والسلام عليه حديث كان مركو النبي لبضع الشيء نوش فيقى إنتا كما أكان صلوات الله والسلام عليه أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة مركز النبي هذا نوح النوش فيقى صلوات الله والسلام عليه كان هو قاميها النوعة عدو دونا إنو حدوء هذا إن أنو مقلنا أو نكذب بيننا وإن تأمر عليكم عبد هوا إذن نقضم ما ملكي إيهو قانكي مسلمين تقف أدونا أدونا معنو وحويان أدون كوا وحل اللي يهي قفل اللي يهي ويان ضدكونا والليذي جرين لكن إسلام كوا حينو در دار ميا مرهدي أمدي أي دورتي وأمدي مسؤول لغا ديجي أهل الحل والعقد أي دورتين إن لغا دنبيا ما ملكي أن لغو قبصنين وليبا تلمان بو كسي بحيو النبي حورنية صلوات الله وسلامه عليه حدود دونا بها أهادو كأن رأسه زبيبة تنتيسو بها النقضين سيدي أفا فرنسو تنتيسو يكوس كوسنتهاي سيدي زبيب كي أوكله معنى هو محيوة إناد اسم قشانوت كلا ضمبيسان ساسو لي النبي صلوات الله وسلامه عليه مركزو النبي عليه الصلاة والسلام وحورنو تلمامي أمورتو سيدي إسو بدلي دونتا إساق قداشي صلوات الله وسلامه عليه حالة دونا إس بدلي دونتا واقعين إزبدل الدونة ومضين إزبدل الدونة وما حي النبي حير عليه الصلاة والسلام فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فإنه من يعيش بعدي لفظي بأروني منكمنا رواية ابن حبان باكد رئيسة فإنه من يعيش منكم بعدي قفك النسين ولا ذا أنيق قذاشي فسيرى اختلافا كثيرا وحو أرك الدونة اختلاف آد أتربضا اختلاف آد وتربضا معنوه حويان إن تسينا يا حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن أي قريدي سي صوصع تويان إنو قور لو لمن دون ويان وحن صوت الماني نبي صلوات الله والسلام على مركو هذا الكال لي هي حج الوداع ويان حج الوداع مركو كاللابتين ذي الحجة النبي قول لابتين وحن ولا ومحرم صفر ربيع الأول لبي طبان كذين وعدنتي ولبا بلوت يلبي طبان هبين ويان وحسين ولابا اسكت دروا واحد ترى هذا وسدح بلو تقريبا مركز سوى حلية فإنه من يعيش منكم بعدي أنا جد هذا شيء قف كسين ولا هذا فسيرى اختلافا كثيرا وح أركضونا اختلاف آد وترى بذن اختلاف آد ياد وترى بذن أيو أركضونا اختلاف كوا باللوذي كو مركز وجه الرسالة اسكو خلاف النبي الجريد صلى الله وسلم عليه من لمن يوارد أنت هذه الأوجادي إنه لنتين وحلا اسكو خلاف النبي سينو أرقنا سينو أعسنا ta hadii laga soo gudbay waxa la isku qabsaday yaan maamulka islaamka qabanaya ila ay raadeen reer ansaar idina muhaajiriin baa tihiin oo qof ma madaxa sameysta anana ansaar baan nahay qof madaxa aanu sameysanina ilaahay wuxuu idmay subhanahu wa ta'ala in kelimadii muslimiinta lagu kulmo abu bakr siddiq radiyallahu ta'ala anhu warda hadii ta laga soo gudbay ummadii dhexdeediba hadana khilaaf ka bilowday qola diiday zakadii inay bixiyaan أصحاب الردة قلت الأورنج ريبا باللابتي وكفر من كفر من العرب أبو هريرة أرني حديث فيسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه خلافكم ركواسو تاقنا وحي انت أكدن بييبا فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا زمنكم مرأ الله لي مركو كسي فوق هذا بحلق النبي عليه الصلاة والسلام خلافكم بضنيا ومضو خلافكم يدو واسي بضنيا سيدا درت إذا دو حد أركيسا فرقوين عن هوري أجري جرين وحد أركيسا قروب عن هوري أجري جرين كل قد كنا صف شيئا يدين النبي عليه الصلاة والسلام ميت كلية يا هيد هذا أنت صوت ضعي وقيف سمين وهو النبي إنه شيئا صلوات الله وسلام عليه سؤال شمر كم إيش إيمان يسا وحي تهاي أنت أنا النبي قال لو يدين وكجواب صلوات ربي وسلامه عليه محسين نكون قرن كرنا حجين نؤذي كرنا محين نصمينا سين وحيالنا تاس النبي قال إنه كجواب صلوات الله وسلامه عليه نبي صلوات الله وسلامه على مركو نوت المام ويرف إنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا أيوح يرف عليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين المهديين عليكم كركي النوحى هذي
aniga sunnadayda. Sunnada nabiga waa maxay? Salawaatullaahi wasalaamu calayh. Waa dariiqiisii salawaatullaahi wasalaamu calayh. Waa hab nololeedkiisii. Waa kitaabka ilaahay iyo sunnada nabiga weeyaan. Waa tan ilaahay uu leeyahay subxaanahu watacaala, wayucallimuhum alkitaaba waalxikma. Dhowr meelooda qur-aanka kariimka ilaahay uu ku sheegay subxaanahu watacaala qur-aanka iyo xikmada. Xikmaduna ay odhanayaan ahlulcilmiga, taabiciintii marka laga soo bilaabo Qataada bin Dacaam Asaduusi, imaamu shaafici baa qaba, wagayri dalika min alculamaa. Alxikma hiya sunna, waa sunnada weeyaan nabiga salawaatullahi wasalaamu calayh. Nabigu calayhi salaatu wasalaam labadaa unbuu nooga tegey, haddaad qabsataanna uu leeyahay lan tadilluu bacdi abadan kitaab allaahi wa sunnatii. Riwaayadaha qaarkood kitaabka alla iyo sunnadayda weeyaan, dariiqii hab nololeedkii weeye marka nabiga salawaatullahi wasalaamu calayh. Qofka raadka nabiga raaca, nabiga unbuu la kulmayaa salawaatullahi wasalaamu calayh, meel kale oga leexan maayo. Laakiin qofka hawadiisa raaca ama cid kale raaca, ciddaa uu raacay un weeyaan. Sidaa darteeda nabigu calayhi salaatu wasalaam noo tilmaamay dariiqyadu inay badan doonaan in la iska ilaaliyana ay tahay. Oo wuxuu odhanayay rasuulka calayhi salaatu wasalaam, iftaraqat alyahuudu calaa waaxidin wasabciina firqa, waftaraqat annasaara calaa ithnayni wasabciina firqa, wasataftariqu haadihi alumma calaa thalaathin wasabciina firqa kulluha fi nnaari ilaa waaxid. Yahuudi waxay u qaybsantay 17 qaybood, masiixiyiintuna waxay u qaybsameen 27 qaybood, ummaddanna waxay u qaybsami doontaa 37 qaybood, kulligoodna ay naar gelayaan ilaa mid mooyaane. haddii la weydiiyana nabiga calayhi salaatu wasalaam, waayo taa jannada gelaysa? Nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam, maa ana calayhi alyowma wa asxaabii, anigii asxaabtayda maanta waxaanu ku sugannahay. Nabigu wuxuu ku sugnaa calayhi salaatu wasalaam kitaabka ilaahay, loo waxyoonayo balliq maa unzila ilayk, waxa ilaahay kugu soo dejiyey nabi maxamed ummadda gaarsii oo uuna soo gaarsiiyey salawaatu rabbi wasalaamu calayh. ilitubayana linnaasi maa nuzila ilayhim, dadka inaad u caddaysood u waadixiso waxa ilaahay kugu soo dejiyey. bayaankaa isaga ahna waa sunnada nabiga salawaatullahi wasalaamu calayh. labadoodaana ilaahay baa soo dejiyey subxaanahu watacaala, innaa naxnu nazalna dikra wa innaa lahu laxaafiduun, ilaahay baana ilaalinaya subxaanahu watacaala. sidaa darteeda nabigu wuxuu leeyay salawaatullahi wasalaamu calayh, usiikum bitaqwa allahi wasamci waaltaaca wa in taamara calaykum cabd fainahu man yacish minkum bacdi fasayara ikhtilaafan kaiira facalaykum bisunnatii, aniga sunnadayda raaca. yani shay nabiga calayhi salaatu wasalaam xaggiisa ka soo arooray oo saxiix noqday ma jiro, ilaa waa la inoo diiwaan geliyey, waa noo diiwaan gashan tahay alxamdulilah. culimmada islaamku waa noo diiwaan geliyeen, xadiidkii saxiixa ahaa ama xasanka ahaa, culimmada islaamku waa noo diiwaan geliyeen. sunnadu hadday sax noqotayba in lagu camal falaa la doonayaa. walidalika ayaa waxa waajib ah qofka inuu raaco, maxaa yeelay ilaahay baa inoo sheegay subxaanahu watacaala amarna nagu siiyey inaan raacno nabiga salawaatullahi wasalaamu calayh. wama aataakum arrasuulu fakhuduuhu wama nahaakum canhu fantahu, wuxuu rasuulka idinla yimid qaata, wuxuu idinka reebayna ka hara. qofka laakiin aan nabiga raacin cadaab aliim ah baa ilaahay ugu bishaariyey subxaanahu watacaala. falyaxdir aladiina yukhaalifuuna can amrih an tusiibahum fitna aw yusiibahum cadaabun aliim. fitnada la tilmaamayana waa shirki iyo kufri inuu ku dhaco adduunka, aakhirana cadaab aliim ah weeyaan. walidalika ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ku xiray hidaayada oo dhan raacitaanka nabiga salawaatullahi wasalaamu calayh. wa in tutiicuuhu tahtaduu, haddaad raacdaan ood atiicdaan nebi muxamed waad hanuunaysaan. hanuun oo dhan marka wuxuu ku jiraa raacitaanka nebi muxamed salawaatullahi wasalaamu calayh. allahna subxaanahu watacaala meelo badan oo qur-aanka kariimka ayuu noogu tilmaamay. rasuulkana calayhi salaatu wasalaam xadiidkii saxiixaynka abu hureyra uu warinayay radia allahu tacaala canhu ardaa ayuu ku tilmaamay qofka isaga raacay raadkiisa raaca inuu jannada gelayo. oo wuxuu odhanayay kullu ummati yadkhuluuna aljannata ilaa man aba, dhammaan ummadaydoo dhan jannaday gelayaan qofka iska diida mooyaane. saxaabada weydiiyeen oo ku yidhaahdeen yaa rasuul allah, rasuulkii allow, wa ayuu qofka jannada inta loogu yeero diidaya? markaasuu nebigu wuxuu yidhi salawaatullahi wasalaamu calayh, man ataacanii dakhala aljanna waman casaanii faqad aba, qofka aniga ii ateecana jannada allu gelaya, qofka ii caasiyana waa diiday, buu yidhi rasuulka salawaatullahi wasalaamu calayh. man ataacanii dakhala aljanna waman casaanii faqad aba, qofka ateeca nabiga calayhi salaatu wasalaam ee raadkiisa raaca jannadu miciisa ahaanaya salawaatu rabbi wasalaamu calayh, shaki ma leh. nusuusta qur-aanka iyo sunnadana way noo tilmaantay. aayadii fii suurati aali cimraan alle wuxuu odhanayay subxaanahu watacaala, qul in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuunii yuxbibkum allah wayakfir lakum dunuubakum. aayadda aad bay u cajaa'i badan tahay. ilaahay subxaanahu watacaala jacaylkiisa hadduu dhabkaa yahay oy run kaa tahay raacitaanka nebiga lagaa doonayaa. qul in kuntum tuxibuuna allah fattabicuunii, raaca nebigayga weeyaan. raacitaanka nebigana calayhi salaatu wasalaam waxaa ka dhalanaya ilaahay inuu ku jeclaado, dembigaagana dhaafo. yakfir lakum dunuubakum, dembigaagoo idil baa ilaahay dhaafayaa subxaanahu watacaala.
أشياء ذكر إلهي سبحانه وتعالى يغفر لكم من ذنوبكم بأهيد ذنوبتي النقار كم إذا إلهي ذين لافيا لكن راعتان كالنبي عليه الصلاة والسلام يغفر لكم ذنوبكم دنبقى ودنبى إلهي لافيا سبحانه وتعالى راعتان كالنبي عليه الصلاة والسلام ذنوبت ودنبى مركا لغو لافيا جل وعلا إلهي كو لافيا ولذلك أي النبي عليه الصلاة والسلام مركا وحكر لقي مخرجك في النظن أدون كمانت عميمتي أنه أركنه الزمن والبابا زمن كقدم بي إنه كفد نبذين هاي مو يوسن كخير بذنانين حديث عبد الله بن مسعود بن روت المام رضي الله تعالى عنه أرضاه في صحيح البخاري وحورني لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه عام أي ما ذي سنة إلا كقدم بي وكسي شر بذنية إذن أرن ما يو سنة با سنة كأبار بذن أما كأعرم بذن لكن هكذا سمعته من نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم سداسا أغم مغلي النبي جيني إساقوا عليه صلوات ربي وسلامه عليه مركا وحينا التصين إساء الزمن والباب سنة كأكدن بيه أما وحل بوحل بوحل كأكدن بيه واختي بوختي كأكدن بيه إنه كسي حمانا تانا وحين أجوغنا ونعرقنا مالين والبئي سنة والبابا وحا لغايا با يرانت هذه إيا هدى إنه وقتي يسني حتى إسكو سعد أهين oo sanadku uu ahaa mid aad u dheer laakiin hadda aad moodid babil inuu noqday bishii ba isbuuc noqotay isbuuciba wuxuu noqday maalin oo kale maalintii waa waxay noqotay saacad aad iyo aad u yaraaday xilli walba inuu barakadii laga qaado soo yaraanayaad arkaysa taana waa tan uu nabiga ino sheegay salaatullaahi wasalaamu calayhi min ashraati saa'a in ay kamid tahay calaamooyinka saacada qiyaamah oo aanu dul taagannahay oo aanu aragno calaamooyinkeedii maalin walba maanta حديث كادين الدب يقول الله بن النبي وحير صلوات الله وسلامه عليه أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين المهديين وحكلون إذين دردار ميا خلفاء راشدين تا مهديين تا دريق إذين دردار ميا خلفاء النبي الشيخ عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي او علماء امه الاسلام كاه انت قول كود معتبر يهي اتفاق اي كيهين افرتا خليفه الراشدين تا ايها لولجيدا وحكلو لولجيدا قفكي مسلغودا قاده طريقودا قاده وا لميد ويان او نبي عليه الصلاه والسلام هدي و هو ليهي مسالدي اد كويدان كتابك الهي ان لغا وايو سنه النبي عليه الصلاه والسلام وحال الراعيا قول ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه هدي لغا وايو في زمن ابي بكر الصديق حكم كيسي في زمن عمر بن الخطاب على الراعيه هدي لغا وايو في زمن عثمان بن عفان هدي لغا وايو في زمن علي ثم بعد ذلك علماء الاصول ويكهلان اديات بين اوتففتران اجماع الصحابه وغير ذلك قول الصحابي يحج النمديس يوحي لميد علي تحل النبي عليه الصلاه والسلام هل كان وحو نوت الماميا طريقه الراعه هي طريقه خلفاء الراشدين المهديين النبي عليه الصلاة والسلام ميشن وحنوش تلمامي إني إساقة كدن بين دونان خلفه إساقة خليف كنغضو بدل كنغضو أمد إسلام كهو قامين تيدا إسلامر كان أي نقن دونان راشدين مرشدين أيقنا هنون سندد كان هنونين يدريق إله ويري سبحانه وتعالى ميشن مركا وحاد كقران إساء أبو بكر خليف بو أها والراشد بو ناها عمر با أها عثمان با أها علي بن أبي طالب با أها ميشن وحاد أغان إساء قفكي هديك خلافة إنه طريق النبي خلافي صلوات الله وسلامه عليه وشعدي وحي الله المالة قفك أنا طريق قادن إنه هبوسنية هي طريق صحة هانا كهبابي خلاف كاترد بدن وكل عي أي دليل أتهي مركز النبي عليه الصلاة والسلام دردارا كلها دن النسية سنة ذا إساق يا أبو بكر يا عمر يا عثمان يا علي كالسقناتي حقين نكوق بسنة عضوا عليها بالنواجد وحاد كوق بتان قوس كالدنبيب والنبي يقول عليه الصلاة والسلام نواجد أصنانته وكوه هرويان أدراستنا ومعيه وحي اللمذة النبي عليه الصلاة والسلام عضوا عليها بالنواجد وقوسية الضنباء اللي يراه ذا ومعنه وحويان وحي الكهر أدكو قبطه ولقاسه اللي فنكره وسهل انت وهذا شيء يكو قبسته الكهر قف حوق بذن وكاسه اللي فتوه وكاسه اللي عيسه ومعنها وحويان في تنت إيمان عيسه أي وحي أد الكهر كو قبسته كارديسه في النظن وتموج كموج البحر سيده بدا اوهيريسو كلي اوهيرينيسا وحديث عبد الله بن عمرو بن عاص حديث حذيفه بن اليمان ايات الماميين صحيحين كهايغنا النبي عليه الصلاه والسلام وحير عضوا عليها بالنواجد وحاد كو قبتان قوس كدنبه ومعناها قوس كدنبه وحاد كو قبتيده خوغ اد قبتها
inay kuu go'do mooye waa adag tahay si lagaaga soo saaro. Sidaa darteeda macnuhu waxay tahay sunnada ku dhaga, maxaa yeelay fitna imanaysa. Waxaa iman doona zaman nebigu calayhi salaatu wasalaam dhinaca kale uu nooga sheegay qofka diintiisa haystaa uu la mid yahay qofka dhimbil daba haysta. Dhimbisha dabka oo qofka haysta waa ku gubanayaa, hadduu laakiin haysto waa ku diirsanayaa waqtiga qaboobaha ah, waqtiga mugdigaana waa iftiinsanayaa. Sidaasoo kale weeyaan, diinta aad haysataa eed ku camal falayso waqtigan aynu joogno, xalaashaad cunto, xaraamtii ood ka fogaato, wixii lagu amray ood samayso, wixii lagaa reebay ood ka fogaato, waxa wanaagsan oo aad ku dhaqaaqdo, waxa xun oo aad ka harto, kulli waa wax isla socda weeyaan diinti. Waa tukadaa, laakiin xaraamtan iska samaynayaa maya. Inna salaata tanhaa cani lfaxshaai waalmunkar. Sidaa darteedu nebigu calayhi salaatu wasalaam marka wuxuu leeyahay caduu calayha binawaajid. Markaasuu nebiga haddana dardaaran na siiyey, wuxuu yihi waiyaakum wamuxdithaati lumuur, waxaan idinkaga digayaa idinka iyo muxdithaati lumuur, umuurta teeda lasoo darriyo. Teeda lasoo darriyo waxa ay tahay waxa cusub ee dadku ay la yimaadaan, ee diinta ilaahay lagu soo daro, ee aan ka mid ahayn. Taana waxaa na xasuusinaya xadiidkii caaisha radi allahu tacaala canha ee fii saxiixi albukhaari wa muslim, nebiga calayhi salaatu wasalaam uu ku tilmaamay. Caaisha waxay odhanaysay rasuulka calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu yidhi man axdatha fii amrina hada maa laysa minhu fahuwa rad. Lafdi kale wuxuu odhanaya man axdatha fii diinina hada maa laysa minhu fahuwa rad, qofka diinteennan kusoo dara waxaanan ka mid ahayn waa raddi marduud ilaahay uu ku celinayo subxaana wa tacaala. Sidaa darteeda la aqbali maayo wey macnaheedu. Laabudda marka inay shayga aad ka diin dhiganaysaa uu noqdo shay ilaahay rasuulkiisa xaggiisa ka yimid, shay kitaabka iyo sunnada raad ku leh waa inuu noqdo. Hadduuna noqonin soomaaha isla lafdi kale oo fii saxiixi muslim ah ayaa waxay odhanaysay ummina caaisha radi allahu tacaala canha man camila camalan laysa calayhi amruna fahuwa rad, ayuu nebigu yidhi qofka sameeya camal, camalkaana uusan ahayn camalkeennii annaga min alkitaabi waasunna, nebigu unan la imanin salawaatullahi wasalaamu calayh, fahuwa rad, marduud weeye, laga aqbali maayo. Meesha marka umuurta in la qaybiyo weeyaan wax diin ah iyo adduun. Adduunkana waxyaabo badan oo cusub ayaa jira. Bidcada waxaa la yidhaahdo bidca fiddiin iyo bidca fidunya weeyaan. Bidca luqawiga ah ee adduunyada ah dhib ma laha iyadoo laga hadli maayo. Saacadahan aynu xirannahay, kaamirooyinkan wax duubaya, adduunyadan waxa ku cusub ee tiknolojiyadda ah, taa laga hadli maayo. Waxa laga hadlaya laakiin waa waxa lagu soo daray ee cusub, diinta ilaahay aanan ka midna ahayn. Taasuu nebigu wuxuu leeyahay salawaatullahi wasalaamu calayh man axdatha fii amrina hada fii diinina hada maa laysa minhu fahuwa rad. Waa lagu radinayaa waiyaakum wamuxdithaati lumuur, umuurta teeda lasoo darriyey ee lala yimid ayaan idinkaga digayaa buu nebigu leeyahy salawaatullahi wasalaamu calayh. Maxaa yeelay fa ina kula muxdathatin bidca. Riwaayadiina imaamu nisaai warinay iyadu waxay odhanaysay iyaakum wamuxdithaati lumuur fa ina kula muxdathatin bidca wa kula bidcatin dalaala wa kula dalaalatin fi nnaar. Muxditho walbaba waa bidca weeyaan, bidco walbaana kulla bidcatin dalaal, bidca kastana waa dalaal weeyaan buu nebigu leeyahy salawaatullahi wasalaamu calayh. Wa kulla dalaalatin fi nnaar, baadi walbana naartay ahaatay xaggeeda, baadi walbana waa naar weeyaan. Marka sidaa darteeda bidcadu wax wanaagsan iyo wax xun toona maga laha, bidcadu kulligeeda waa bidca weeyaan. Waana sida wanaagsan ay culimmadu ay yiraahdaan, ama taqsiimtan kale culimmada usuulka ama fuqahadu ay qaybiyaan waa laga haboon yahay, sida culimmada naftirkoodu ay qabaan ridwaan allahi tacaala calayhim ajmaciin. Sidaa darteeda marka nebigu wuxuu leeyahy salawaatullahi wasalaamu calayh wa iyaakum wamuxdithaati lumuur fa ina kula muxdathatin bidca wa kula bidcatin dalaala, bidco walbana waa dalaal weeyaan, dalaal walba iyo baadi walbana xaggay ahaatay waa naarta wey. Sidaa darteeda nabiga calayhi salaatu wasalaam dardaarankaa weyn uu na siiyey salawaatu rabbi wasalaamu calayh. Ilaahayna waxaanu ka baryaynaa jalla wacala kuwa dardaarankaa qaata inuu naga dhigo, alladiina yastamicuuna alqawla fayattabicuuna axsana. Dardaaranu idilna wuxuu ku dhan yahay camalkaaga intaadan samaynin, u laaba kitaabka ilaahay, sunnada nebiga. Ilaahay subxaana wa tacaala wax farax gelinaya ma yahay? Nebiga calayhi salaatu wasalaam raadkiisii ma haysaa? Ku dhaqaaq, hadduunan ahayna iska ilaali. Maxaa yeelay berri ayaa ilaahay ku horkeeni doona. Iqra' kitaabka kafaa binafsika alyawma calayka xasiiba. Wa salli allahuma wasalama calaa nabiyina muxamedin wa calaa aalihi wa saxbihi ajmaciin. Insha allah haddii ilaahay raalli ka noqdo subxaanahu watacaala, wasaayaadkii iyo dardaarankii nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaanu bixin doonaa habeen walba oo yani toronto waqtigeeda 8:00 biidni illahi jala wacala, haduu ilaahay raalli ka noqdo. Wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.